مساء النور، مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة خريبكة. وكنتواجد الآن أمام مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة. مشاهدينا، من بعد انتشار خبر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد المواطنين القادمين من إيطاليا، واللي تنقلت صبيحة هذا اليوم بعض الصفحات المحلية لمدينة خريبكة. تواصلنا مع السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم خريبكة، واللي نفى نفيا قاطعا وجود أي إصابة بفيروس كورونا مشاهدينا على مستوى الإقليم. وأضاف نفس المسؤول أنه بالفعل تمت معاينة سيدة من البروج جات مؤخرا من إيطاليا، وتم فحصها من طرف اختصاصيين بمستشفى الحسن الثاني، يعني تم الفحص ديالها اليوم بمستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة، وثبت ولله الحمد عدم إصابتها بالفيروس. كما أنها غادرت المستشفى في نفس اليوم، يعني اليوم فجت المستشفى وتم الفحص ديالها من طرف الاختصاصيين وغادرت المستشفى اليوم. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا، الأجواء هنا أمام مستشفى الحسن الثاني يعني أجواء عادية وما كاينش ما يثير الفزع، والحمد لله. كذلك مشاهدينا، أكد لنا السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة خريبكة أن كيتم المعاينة بشكل يومي لجميع الحالات ديال الناس اللي كانوا في نفس الرحلة رفقة الشخص المصاب بالفيروس، يعني الناس كاع اللي جاوا مع الشخص اللي مصاب بالفيروس اللي كيتواجد حاليا بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، يعني كتم المعاينة ديالهم يوميا. يعني قال لنا بانهم تيربطوا الاتصال معاهم جوج مرات في اليوم، ولا استدعى كاع الحال انهم تيمشيو لعندو البيت ديالو. يعني هذا الشخص، يعني هادو كاملين اللي كانوا يجوا معاه في نفس الرحله، هذا الشخص هذا اللي مصاب بالفيروس اللي كيتواجد بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، وما كاينش لحد الان ما يثير القلق مشاهدينا. اذا كما كتلاحظوا معنا الاجواء هنايا امام مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة أجواء عادية، والسيد المندوب تيأكد لينا وتينفي نفي قاطع، نفيا قاطع، يعني ما كايناش شي حالة هنا بمستشفى الحسن الثاني لا مشتبه بها ولا مصابة مشاهدينا. يعني ما كايناش شي حاجة اللي كتستدعي القلق، يعني عكس ما شفتوا مشاهدينا اليوم في بعض الصفحات المحلية تيقولوا بان كاينه حاله هنا جات من البروج ومصابه بفيروس كورونا. ملي ربطنا حنايا مشاهدي قناه شوف تي في، ربطنا الاتصال بالسيد المندوب فهو ينفي نفيا قاطعا. ثم كما كتلاحظوا حنا امام مستشفى الحسن الثاني والاجواء عاديه ولله الحمد. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا ربي، والله يشافي اللي مريض. انتما كما كتلاحظوا إذا مشاهدينا، الهدف من هذا المباشر هو أننا نطمنكم ونفيو، يعني السيد المندوب تينفي نفي قاطع بأن لا وجود لأي حالة هنا بمستشفى الحسن الثاني مصابة بفيروس كورونا، عكس ما يروج وعكس ما راج، يعني خصوصا اليوم في بعض الصفحات المحلية مشاهدينا. إذا إلى هنا تنقول لكم بسلام عليكم، والله ينجينا وينجيكم، وليلى يورينا شي باس في أي مسلم يا ربي. إلى اللقاء مشاهدينا.